بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا اجعلنا مفاتيح خير ومغاليق شر، آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركاته ورضوان، ولا عدوان إلا على المفسدين في كون الرحمة. الله أكبر بالتمام وعلى الدوام في كل مكان وزمان. العود أحمد إلى الآي الحكيم. يقول ربي سبحانه وتعالى في آية 172 من سورة البقرة ذو الكهف: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا له إن كنتم إياه تعبدون. وما تنساوش ربي خطب الأنبياء قبل ما يخطب عليهم السلام. شيخ من الطيبات، إذا كنتم مؤمنين بالأنبياء عليهم السلام ما عليكم إلا تقطفوا آثارهم الكريمة الغير مشؤوم اللي ما يجيب كلخي. هو ذماش حتى حد يجم يدعي وهو على حق يقول انا تبعت النبي عليه الصلاه والسلام، اي نبي، وخاصه نبينا الخاتم عليه الصلاه والسلام وهو امامهم جميعا عليه الصلاه والسلام جميعا. قال اتبعته 10 سنين ولم اجد في سنته اي خير. يكذب، لانه من البدايه نيته خبيثه، ماهوش مستعرب بنبي. دونك في الظاهر أنه يتبع في أقواله وأفعاله سنته وسيرته، يتبع أخبارها، يقول لك فداوي، يقول لك في اللحظة الفلانية ماذا صنع، متى نزل الوحي، متى أقبل ما الوحي كبير كان يمشي به للغار ويتحنث، يحكي لك بالتمام. تقول حقيقة هذا ما كيف حد في الرواية الصحيحة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا حين يتناول الأحاديث الصحيحة يقول الدنيا بخير، او ثم من يحفظ بالتمام والكمال احاديث النبي عليه الصلاه والسلام الحديث الصحيحه لا شك فيها، لا شك في صحتها. مثلا وبعد يقول لك كيف يفسر لك الحديث هذا، كل خطأ عنده، لكن مخبوء صدري يقول عكس ذلك، لانه لا صله له بهذا النبي الكريم عليه الصلاه والسلام. لأن النبي عليه الصلاة والسلام جميعا وسلام الله حول الله الأنبياء حتى حد يجم يبحث عن عيوبهم إلا حاجات تتعبس وتولى إلا نسى أو غضب في الظهر على حاجات من تاب، لكن عنده ليست بتاب. كما قال ربي في نظرتنا للأمور يقول تحسبونه من حاجة بسيطة، وهو عظيم عند الله عظيم. انت مش تولي في مقام ربي باش تقول تعطي قيمة لكل أمر، كل شيء تعطي تقييم على بالك تقييم صحيح. إلا المختصين المشهورين في العالم يجبون يعطيك تقييم لأي ورقة نقدية تقييم صحيح 100%، لأنه هم عدة عناصر تدخل في قيمتها الحقيقية مش قيمتها التقريبية، و حسب الظروف وحسب اللي يمشي يتكلم وشات الاكسبرتيز بتاعه، شنو اللي حاسب يدغرها العملة هذيك، الورقة النقدية هذيك تعلم قيمتها أو يعلن من قيمتها. وهذا موجود عند بني صهيون بالأحسن. إذا بني صهيون ما همش أهلين باش يتبعوا الأنبياء عليهم السلام، حتى لو قالوا اليوم أتبعوا سيدنا موسى، مش صحيح. سيدنا موسى عليه السلام لنا قصصه في القرآن، خاصة سورة قصص، ما لا يورينا الآيات كيفاش كانوا يتسقطوا مع رب العالمين ومع كليم الله عليه الصلاة والسلام. والسلام على من اهتدى.